اهلا بيكم في حلقه الاحد من مصر كل يوم. النهارده حلقه فيها كتير من الاخبار والقصص، وكمان معانا فقره مختلفه. النهارده هيبقى كلامنا كله في فقرتنا الحواريه عن الرياضه والكوره واحوالها. الموسم الجديد للدوري، معسكر المنتخب القومي، اخبار وكواليس صفقات الاهلي والزمالك. هيكون ضيفنا الناقد الرياضي حسام الحاج. طيب تعالوا نستعرض بقى اخبارنا النهارده. واول خبر النهارده، الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعه، وكان اجتماع هام. ووجه خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومه الزراعه التعاقديه للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزياده ارباحهم، على ان تتم مراجعه اسعار التوريد الاسترشاديه قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار. وتناول الاجتماع متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية. وعرض وزير الزراعة إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخرا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح. تعالوا نستعرض التقرير دوت ونرجع تاني نكمل أخبارنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وسفير أسامة نقلي السفير السعودي بالقاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية السعودي نقل للسيد الرئيس تحيات شقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك وتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه، طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى شقيقه جلالة العاهل السعودي وسمو ولي العهد، مؤكدا سيادته الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. الاجتماع تناول متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار. وقد عرض السيد وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخراً من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح. كما عرض الوزير السيد القصير الخطط التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد. كما تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة
في مصر. كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية. طبعا النهارده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بالسيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، وتناول طبعا الاجتماع اهم الملفات المتعلقه بوزاره الزراعه من المحاصيل كمان الاستراتيجيه، وكمان اتكلموا كمان عن الاجراءات اللي بتقوم بيها وزاره الزراعه لتطبيق منظومه الزراعه التعاقديه والحوافز كمان اللي بتقدمها الوزاره للمزارعين، غير كمان حملات كمان التوعيه دايما لصغار المزارعين. واتكلم كمان سيادة الرئيس كمان عن اهميه السلع الاستراتيجيه وتوفيرها، وكمان بالنسبه كمان لمحصول طبعا القطن، ودلوقتي كمان محصول الارز كمان حاليا كمان بيتم كمان تجميعه، والحوافز المقدمه للمزارعين. طيب احنا معنا حد من على التليفون؟ طيب كمان انتوا عارفين طبعا ان وزاره الزراعه بتقوم بجهد كبير، جهد كبير جدا مبذول من السيد الوزير الزراعه في توفير السلع الاستراتيجيه. الوزاره كمان دي من اهم مهامها اللي هي توفير السلع الاستراتيجيه، ده غير كمان توفير كمان كل يعني قبل كده وزاره الزراعه وفرت اللحوم باسعار رخيصه، عندكم كمان كراتين البيض بعد ما كان في مشكله كبيره جدا في الاسعار، وزاره الزراعه طرحت الكراتين البيض في منافذ وزاره الزراعه باسعار كلها مناسبه كمان للجميع. ده غير كمان ان هم اتكلموا كمان النهارده اكيد عن التقاوي اللي بتتقدم كمان لصغار المزارعين، وتحسين كمان السلالات بالنسبة كمان لهذه السلع أو هذه المحصولات الزراعية. كمان اتكلموا كمان أكيد في ملف كمان الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية كمان، واحتياطي عندنا كمان من القمح والرز الحمد لله. وزارة الزراعة قايمة بدور كبير جدا في توفير الاحتياطي اللازم للقمح والأرز. كمان سيادة الوزير الزراعة عرض إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، وما تم كمان مؤخرا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح، لأن طبعا محصول القمح يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية، وكان في حوافز كتيرة جدا اتقدمت للمزارعين بالنسبة كمان لمحصول القمح. طيب احنا معانا الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أهلا بيك يا دكتور طارق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك كل السادة مشاهدينك الكرام. ما هي أهم تفاصيل الاجتماع النهاردة يا دكتور؟ يمكن احنا حضرتك الاهتمام بمنظومة الأعلاف وصناعة الأعلاف، احنا من حيث المبدأ شايفين الاهتمام غير مسبوق من الأداء السياسية بالتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية مقاليد البلاد في 2014 وحتى وقتنا، احنا متابعين وملاحظين الاهتمام الغير مسبوق بتنمية مستدامة. من أجل ذلك يمكن شفنا العديد من المشروعات القومية التي ترعاها الدولة المصرية وتتبناها وزارة الزراعة، يمكن أمام المشروع القومي للبتلو، المشروع القومي للتحسين الوراثي، المشروع القومي لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن، كل هذه المشروعات مجتمعة مع بعضها كان لزاما يتماشى معها وبالتوازي الاهتمام بصناعة الأعلاف وتوفير أعلاف جيدة مناسبة لتحقق أعلى معدلات أداء تناسب وتتماشى هذه مع هذه المشروعات القومية العملاقة. نعم. التي تهدف مش بس إلى الاكتفاء الذاتي لكن الاكتفاء الذاتي والتصدير. ويمكن حضرتك احنا
الفترة الحالية وتوجيهات فخامة الرئيس بتشهد فعلا صناعة الآلاف تطور غير ملحوظ غير مسبوق، وتطور فعلا نسبي. نعم. ويمكن كمان عملية تسجيل مخاليط الآلاف شهدت نهضة تتماشى مع كافة المقاييس العلمية والمواصفات القياسية التي تحقق أعلى معدلات أداء، سواء كان للدواجن أو سواء كان للثروة الحيوانية. يمكن كمان العديد من العناصر ابتدى والمواد الجديدة ابتدت تخش في صناعة الألاف وتسجيل مخاليط الألاف. ويمكن كمان عملية التفتيش والمرور الفجائي على صناعة الألاف على مدار الساعة وخلال أيام الأسبوع بالكامل ديت للاستنساق والتيقن من وجود ألاف جيدة تحقق أعلى معدلات أداء، ده كله موجود له. نعم. طيب دكتور طارق، عايز أعرف من حضرتك الحوافز اللي بتقدمها الوزارة لصغار المربيين اللحوم أو مربيين طبعا طيب يمكن احنا الماشية. عارفين ان صغار المربيين الثروة الحيوانية أو الثروة الداجنة يمتلكون يمكن 60-80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية، وبالتالي الاهتمام بصغار المربيين هو اهتمام بثرواتنا الحيوانية. هقول أهم هذه الحوافز اللي بتقدمها الدولة لصغار المربين. يمكن بنقول اعتبار مشروعات الثروة الحيوانية والثروة الداجنة من المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمكن أن تستفيد من مبادرة البنك المركزي 5%، تبسيط وتيسير إجراءات تمويل وإجراءات صغار المربين. يمكن كمان استثناءهم من الشكل والشرط القانوني للتمويل والإقراض للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، عدم إلزام صغار المربين بتقديم ترخيص تشغيل أو تصريح مزاولة نشاط للاستفادة من المشروعات التي تقدمها الدولة في تمويل الثروة الحيوانية أو مشروع القومي للبتلو. يمكن بنقول كمان مراكز تجميل ألبان وتطوير مراكز تجميل ألبان أو إنشاء مراكز تجميع ألبان في مناطق يتمركز فيها صغار المربيين، زي ما قلت لحضرتك اللي بيمتلكون حوالي 70-80% من جملة ثرواتنا الحيوانية، وهي مراكز تجميل ألبان المنافذ التسويقية لصغار المربيين. يمكن البروتوكولات اللي عقدتها وزارة الزراعة مع الاتحاد العام لمنتج الدواجن والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري من أجل صغار المربيين لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح لنظام التربية المغلق بفايدة بسيطة 5%، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية تتعلق بزيادة معدلات الأداء، وتتعلق بتحسين العائد الاقتصادي، وتتعلق بتقليل مصروفات التشغيل. البروتوكولات التي عقدتها وزارة الزراعة سواء كان مع القطاع الخاص أو سواء كان مع وزارة الأوقاف وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأرمان لتوفير وتدبير سلالات محسنة وراثية عالية الإنتاجية لصغار المربيين، سواء كانت من خلال القطاع الخاص لما لديه من قاعدة وشبكة معلوماتية. دكتور طارق أنا كنت هسأل حضرتك سيادتك يعني دور القطاع الخاص برضو في موضوع كمان يعني اللي بيقدمه القطاع الخاص برضو لصغار برضو مربي الماشية، والتعاون والتنسيق ما بينك وحضرتك وما بين القطاع الخاص. يمكن زي ما قلت حضرتك في بروتوكول وبروتوكولات بتعقدها وزارة الزراعة مع البنك الممول ومع القطاع الخاص من أجل توفير الدعم اللوجستي والفني والمالي لصغار المربيين، وكمان مع جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لما لديها من شبكة تواصل اجتماعي أوسع وأشمل وأعم مع صغار المربيين. يمكن بالفعل برضو في المشروع القومي اللي بتلو على سبيل المثال وليس الخاص، يمكن في جمعيات المجتمع المدني بتساعد في إن هي أولا بتستغل الأصول الغير مستغل التابعة لوزارة الزراعة وبترفع كفائتها وبتأجرها بنظام حق الانتفاع وبتربي فيها سلالات مستوردة محسنة وراثية عالية الانتاجية وسريعة النمو من أجل صغار المربيين. وهنا ده كله بيتم زي ما قلت لحضرتك، يمكن برضو تبسيط عمليات تراخيص التشغيل لصغار المربيين، يمكن عمليات
توفير زي ما قلت لحضرتك كافة أوجه الدعم اللي بتوفره وزارة الزراعة، سواء كان بقى لمربي الدواجن أو سواء كان لمربي الثروة الحيوانية. دكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، شكرا جزيلا لحضرتك، ومجهود كبير فعلا بتقوم به وزارة الزراعة وكمان قطاع الثروة الحيوانية والداجنة في توفير كمان اللحوم وكمان في توعية مربي أو صغار مربي الماشية. طيب نروح بقى لملف تاني، ملف التعليم. النهاردة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أعلن عدة قرارات، منها إعادة توظيف التابلت بالمدارس لاستخدامه في اختبارات قصيرة بدون درجات، وإن كمان امتحانات الثانوية العامة القادمة هتبقى في أسئلة مقالية والباقي هيبقى اختيار من متعدد. وتحدث كمان أيضا عن حصص النشاط الرياضي في المدارس. وفيما يخص التعليم العالي فأعلنت الوزارة بدء تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية غدا الاثنين. احنا طبعا هنعلق على الخبر دوت، بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن التعليم. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن ملف التعليم، والنهاردة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أصدر عدة قرارات. احنا معانا على الهاتف الأستاذ محمد الصايم مدير تحرير الجمهورية والمشرف على قسم التعليم عشان يوضح لنا ويفسر لنا كل قرارات سيادة الوزير. أهلا بك يا أستاذ محمد. مساء الخير يا أستاذ محمد. طبعا حضرتك تابعت النهاردة أكيد تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فإحنا عايزين نعرف ما هو قصده في موضوع إعادة توظيف التابلت، يعني موضوع اللي هو التابلت اختبارات قصيرة بدون درجات، فإحنا عايزين نعرفها. لا، هو التابلت لا غنى عنه طبعا، كانت الدولة مبالغ طائلة، فمعالي الوزير الدكتور رضا حجازي دايما مكمل لخطة الدكتور طارق شوقي. هو صرح وقال كده. طبعا. بس هو استخدام التابلت طبعا الدنيا كلها رايحه للتكنولوجيا الساعه، طبعا انا هستخدم التابلت اعمل فيه اختبارات قصيره علميه بدون درجات، يعني ما فيش امتحانات، يعني يقصد ما فيش امتحانات على التابلت. الناس فاهمة برضو ده الغاء للتابلت، لا انا بستخدم الاستخدام الامثل وسيلة وليس غاية. طب هو حضرتك بدون درجات، ما هو الناس هتفتكر هتاخده طبعا يعني مش على الجدية بالنسبة لامتحانات التابلت. انا عايز اقول المقولة ممكن تعلي صوتك بس يا استاذ محمد؟ شعب فتاح، شعب فتاح كده الصوت كويس؟ كده الصوت تمام. تمام. انا عايز اقول على حاجه، انا كنت مسافر المانيا في احدى الزيارات، فلقيت شيء غريب جدا، لقيت المدارس بدون اسوار، فاعتقدت انه ده خطا، فسالت مدير احد المدارس بقول له المدرسه دي ليه، المدارس عندكم ليه بدون اسوار؟ قال لي عايز يتعلم، اهلا وسهلا، اللي مش عايز يتعلم اهلا وسهلا. احنا ما نبررش، احنا كاولياء امور داعمين للدوله، داعمين لوزاره التربيه والتعليم، داعمين لبناء اولادنا. لما جه الوزير النهارده من ثلاث ايام وبيقول انا راح اخصص يوم فني ويوم رياضي ويوم ثقافي، شوف كم الاعتراضات على قرارات الوزير. هو سياده الوزير فسر ايام الدراسه الاسبوعيه هتبقى ازاي يا استاذ محمد؟ لا، هو الجديد فيها ايه؟ هو تخصيص يوم أسبوعية، يوم في الأسبوع، يوم كل أسبوع لأحد الأنشطة، بالتوازي كل مدرسة على حسب، على حسب الجداول، كل إدارة على حسب الجداول. الناس فاهمت النهاردة شوف بوست غريب جدا على الفتحة، بيقول لك يوم الأحد نشاط فني ويوم الاثنين نشاط رياضي
لا احنا طبعا مش لا لا يا استاذ محمد احنا مش بنتكلم طبعا على اراء الناس طبعا الناس لا طبعا انت عارف المصريين عندهم روح الفكاهه لكن بس وردت بس وردت وردت كان منكم دايما داعمين احنا طلبنا بعوده الانشطه للمدارس اللي الحاجه البدنيه لان الشباب عندنا تعليم وثقافه هنا التفكير ده خارج الصندوق رجعنا الانشطه النهارده لما تلاقي اعتراض من اولياء الامور على عوده الانشطه للمدارس ويقول لك لا يوم الانشطه لا يروح للدرس خصوصي يبقى في خطا عندنا صح ايوه يا استاذ محمد يعني هو سياده الوزير خصص يوم بحاله هيبقى اليوم كله انشطه ولا هيبقى فيه دراسه برضو لا يوم كامل للنشاط. كامل انشطه كامل للنشاط طب وبالنسبه طب نفترض ان يوم النشاط دوت يوم الاربعاء والتلاميذ او الطلبه عندهم حصه رياضه يوم السبت والاثنين لا هتتلغي لا 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 ده مع تواجد مع يعني لا الغاء للحصص بتاعت الانشطه بتاعت التربيه الفنيه والتربيه الموسيقيه والتربيه الرياضيه ده يوم كامل يوم كامل يعني يوم كامل الحاجه الثانيه اللي اتفهمت برضه احب اوضحها عشان افتح من خلالك اتفضل الوزير قال في حصه مشاهده حته ايه حصه مشاهده حصه مشاهده في الاسبوع حصه مشاهده في الاسبوع للطلاب طيب هنا الفكره جميله جدا هيشاهدوا ايه يا استاذ محمد نعم فندم هيشاهدوا ايه يا استاذ محمد حصة مشاهدة هو في القنوات المتخصصة التعليمية المتخصصة التابعة لوزارة التربية والتعليم. حضرتك في محافظة في قرى ونجوع ما بتشوفش الحصص. ما فيش متابعة عليها. الراجل معالي الوزير فكر تفكير جيد. نعم. أنا السنة دي راح أجيب أفضل المدرسين من وزارة التربية والتعليم وأخليهم يشتغلوا في القنوات الخاصة بالتعليم. نعم. أنا هاخد ده، أضرب لك مثلا سؤال بتاع عشان الناس مش فاهماها. هاخد مدرس الإنجليزي النهارده اللي شرح مادة سي، وأحطه على فلاشة وأعممها على المدارس كلها. هجمع أولى أول وأولى تاني وأولى ثالث، حصة مجمعة، الصلاة في المدرسة، مع توفير السول كلها، الوسائل كلها. يبقى في هنا محاضرة عبر الفيديو عبر حسب المنصات حاجات موجودة في المدارس يعني حضرتك في صورة معانا على الشاشة يا أستاذ محمد نعم يعني مدى صحتها يعني قال لك في يوم أجازة ويوم الجمعة والسبت أجازة يوم الحد يوم رياضي يوم الاثنين يوم ثقافي يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس أيام دراسة يعني ما فيش تعليم هي اكيد لا احنا بننفيها مع حضرتك يا استاذ محمد عشان هي منتشره كتير جدا على جروبات وبالذات كمان جروبات كمان المميز لا انا قلتها اول قلتها مع حضرتك لا ده كلام من جروب خيالنا على السوشيال ميديا يعني حضرتك بتنفيها يا استاذ محمد طيب استاذ محمد بالنسبه تماما طيب بالنسبه لامتحانات الثانويه العامه هي كانت قبل كده ما فيهاش اسئله مقاليه يعني النهارده سياده الوزير قال ان هيبقى فيه اسئله مقاليه كانت عباره عن اختيار من متعدد بس امتحانات الثانويه العامه وده كان سبب اللي هو البابلش يعني ده السنه الثانيه في الامتحانات كانت الكلام ثانويه عامه بابلش اختيار من متعدد وده سبب المشاكل كل المشاكل اللي حصلت من البابلش يعني حتى التفكير المتعدد انت برضه قمصت الفكر والابداع بتاع الطالب او التلميذ انت ما خليتوش يفكر انت خليته متلقي هو اسمه احمد ولا محمود ولا علي ولا حسنين ايوه صح انت بتختاره خلاص يا استاذ فتاح ده الواحد زمان يا استاذ محمد كان موضوع التعبير ده كان بيقعد فيه نص ساعه يقعد يكتب فيه خلاص ان شاء الله ابنك يكتب فيه لو الثانويه العامه السنه اللي جايه انا بقول لك هنا ان احنا لما بنقول العقل والابتكار والطالب المبدع والطالب المبتكر نعم لما انا اخليه اقول له اد لك اربعه قدامك اختار واحد انا قضيت على فكره ولا لا؟ صح دماغه اشتغلت ولا لا؟ نعم لا طبعا هنا راح 30% النهارده اعلنها الوزير
30% للاسئله المقاليه، 70% بابل شيت. هنا عمل توازن اللي كان مفهوم. طيب طيب استاذ محمد، احنا هستاذنك بس نروح لموضوع تاني كان بيخص كمان موضوع التعليم العالي. اعلنت الوزاره بدء تسجيل رغبات او بدء تسجيل اختبارات القدرات بالنسبه لطلاب الشهادات الفنيه غدا، هتستمر كم يوم يا فندم؟ انا عايز ممكن يا استاذ فتح عايز اوضح لاولياء الامور حاجه قبل ما نخش في اختبار القدرات، ودي حاجه مهمه من خلال منبرك اللي انا بحترمه وبسعد ان انا اكون معاك. ده شرف لينا يا استاذ محمد. يعني تعالى وزاره التربيه والتعليم، وزاره التعليم العالي، وزاره الثقافه، وزاره اي وزاره في مصر، قبل ما اكتب بوست يعني يثير جدل المفروض اني ارجع في صفحات على الفيسبوك لكل وزاره لكل هيئه لكل قناه. ما جيش انا اخد بقى يعني اكتب وخلاص، ما ده يعني عارف احنا عايزين ندعم اي تجربه حلوه. انا شايف اللي عامله الدكتور رضا حجازي وعلى 25 سنه تعليم ده هو اللي مطلوب. انت بتتكلم النهارده في طالب، بتتكلم في عضو هيئه تدريب معلم، عارف لما تعمل التوازن بين الثلاثه ده نعم يعني حاجه صعبه. وبعد كده احنا عشنا يعني عارف دايما عايز اقول لحضرتك على حاجه، دايما وزير التربيه والتعليم هو عدو لاولياء الامور والمعلمين. نعم. طب نحلها ازاي؟ يعني ما تجيش انا يعني انا مره بقول في محاضره بقول لهم يا جماعه ما تقولش يا ام مامة الولد ما تقوليش قدام ابنك بابا سيء. لو قالت بابا سيء خلاص هو حط في دماغه ده نموذج ان بابا سيء. هو دايما احنا الشعب المصري يعني احنا نتمنى طبعا يا استاذ محمد ان شاء الله باذن الله السنه الجايه او هنقول ايه مش السنه الجايه كمان شهر هيبدا الموسم الدراسي الجديد، وان شاء الله باذن الله ما يبقاش فيه شكاوى خالص بالنسبه لاولياء الامور. انا نفسي يا استاذ فتح تعالى نحط ايدك ونطلق مبادره ايه يا استاذ محمد؟ تعالوا يا اولياء الامور تعالى نشجع مدارسنا. نعم يلا نشجع مدارسنا، يلا نشجع مدارسنا، نشجر مدرسه. طبعا مبادره جميله طبعا. القادر هنا لو كل طالب زرع شجره هيكون وله انتماء للشجره دي كلهم بيسقيها. تعالى يا ولي الامر القادر لما تجيب مسطره لابنك هات مسطره ثاني. الواحد مش قادر جبت قلم هتروحش ده اسمه ايه؟ ده شو اسمه تكافل الاجتماعي؟ طبعا يا استاذ محمد طبعا مبادره رائعه. يعني احنا بندور على ده عشان ده ما يحسش زي ما انا الحمد لله مستواي كويس، لا في واحد مستواه مش كويس، في واحد صدقني صعب فتح في ناس في اولياء امور مش لاقيين تمن كراسه. دي حقيقه. بدل الهري على السوشيال ميديا والكلام على السوشيال ميديا هنعمل حاجه ايجابيه. نعم. تعال نطلب مبادرات ايجابيه. نعم. على العموم استاذ محمد يعني دايما احنا بنتشرف بوجودك معانا الاستاذ محمد الصايم، والبرنامج عندنا طبعا مفتوح لحضرتك في اي وقت حضرتك، واحنا بيسعدنا بصراحه تشرفنا. ويا ريت يا استاذ محمد يعني باذن الله كده الاعداد كده ينسق مع حضرتك وتنورنا كده في حلقه نتكلم عن مستقبل التعليم في مصر. نورتنا يا استاذ محمد الصايم مدير تحرير الجمهوريه والمشرف على قسم التعليم. طبعا انتوا عارفين طبعا ملف التعليم يعني ملف كبير، الناس والله مش عارف هي عايزه ايه. يعني سياده الوزير قال 4 أيام دراسه ويوم رياضي ويومين اجازه، طب انتوا عايزين ايه؟ قبل كده كنتوا بتقولوا في تكدس والثمان حصص ما هو الراجل اهو بيبسطها لكم اهي ويفرحكم اهي. طيب تعالوا نروح بقى لخبر تاني معانا، خبر من الماليه. النهارده كمان وفي قرار مهم وهيفرق جدا في حركة السوق والاستيراد. أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار إصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليا اللي اتضمنت خفض فئة ضريبية الوارد على أكثر من 150 صنف من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وده هيساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية اللي بتدخل جزئياً أو كلياً في إنتاجنا. وأوضح الوزير كمان
إن القواعد التنفيذية للتعريفة الجمركية المعمول بها حاليا تسهم في توحيد المعاملات الجمركية بمختلف المنافذ تسهيلا على مجتمع الأعمال. طبعا انتوا عارفين طبعا ان سيد دكتور محمد معيط وزير الماليه اصدر عده قرارات النهارده ويعني بقاله اسبوع او 10 ايام. القرارات ديت هتساعد على الحركه الاقتصاديه وهتاثر كمان تاثير ايجابي على السوق. طيب احنا معانا على التليفون دلوقتي الاستاذ عبد الحليم سالم الكاتب الصحفي باليوم السابع. اهلا بيك يا استاذ عبد الحليم. اهلا بحضرتك واهلا بكل مشاهدي. تعليق حضرتك على هذه القرارات النهارده بتاعت وزير الماليه. خلينا اقول ان توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فتره التركيز على توطين الصناعه ودعم المنتج المحلي بشكل كبير، لانه لا تبنى الامم الا بالصناعه وبطبيعه الحال بالزراعه طبعا، لكن الصناعه لها الدور الفعال والدور الاكبر خاصه فيما يتعلق ب توفير فرص العمل وفيما يتعلق بالصادرات وفيما يتعلق أيضا زيادة نسب ومؤشرات النمو مما ينعكس على أي مجتمع. في الحقيقة أنا بعتبر أن قرارات الحكومة النهاردة التي أعلنها الدكتور محمد معيط هي قرارات مهمة للغاية لتوطين الصناعة. يعني علشان بس المشاهد ما يروحش مننا بعيد، النهاردة وزير المالية قال أنه سوف يتم تخفيض الجمارك على 150 منتج من الخارج. يعني تخفيض الجمارك على 150 منتج. 150 منتج من الخارج. 150 سلعة يعني. 150 سلعة، السلعة دي بتتضمن طبعا ممكن قطع غيار، مواتير سيارات، توربينات، سكك حديد، سيارات غيرها من الأمور الخاصة بالسياحة. التخفيضات دي طبعا أولا النسب بتتراوح من 2% ل 300%. ده نسب إيه حضرتك التخفيض؟ نسب التخفيض من 2% ل 300% علشان توطين بعض الصناعات التي ترغب فيها مصر، وده امر مهم جدا. وفي الحقيقه كان المفروض ان الامر ده يتم من فتره، بمعنى انا النهارده كدوله بحدد ان انا محتاجه 100 صناعه او 150 صناعه، فبالتالي بعمل تسهيلات للمصانع الجديده اللي بتفتح علشان الصناعه دي تتوطن عندي واكون سباقه فيها واكون في نفس الوقت قادره على المنافسه. لانه النهارده لما انا بفتح صناعه جديده، وليكن انا هقول لحضرتك على سبيل المثال، النهارده وزير الماليه اعلن مثلا تخفيض 2% على واردات الاتوبيسات الكهربائيه والاتوبيسات والمركبات التي تعمل بالغاز. نعم. طيب ليه؟ النهارده ما اداها تخفيض 2%، فده يشجع المصانع الوطنيه اللي موجوده على تصنيع السيارات او تصنيع الاتوبيسات او تجميعها بمكون محلي لا يقل عن 45%، وبالتالي أنا من خلال الـ 45% أقدر أشغل جنبي 14-15 صناعة. نعم. وبالتالي أيضا لا، وفعلا يعني الدولة مهتمة جدا كمان بموضوع صناعة السيارات كمان الكهربائية وغيرها، لأن أنتوا عارف طبعا حضرتك أزمة السيارات كمان وأسعارها كمان اللي وصلت يعني زي ما بيقولوا كده الدبل دلوقتي يعني. طبعا ده طبعا مهم جدا. في إيه كمان؟ إنه أنت النهاردة إن شاء الله في نوفمبر المقبل هتنظم كوب 27 في شرم الشيخ، وبالتالي إحنا بنتكلم مؤتمر المناخ، بنتكلم عن اجراءات بتتخذها الدوله للحد من الانبعاثات الضاره وغيرها. لكن ارجع تاني لقرارات وزير الماليه، زي ما انا قلت لحضرتك النهارده وزير الماليه صنف مجموعه من الصناعات وادها تخفيضات 2% 5% 10%. طب حضرتك يا استاذ عبد الحليم، حضرتك بتقول بعض الصناعات، ممكن نبينها برضو للمشاهد ايه هي الصناعات دي؟ يعني النهارده القرار اتكلم زي ما انا قلت الصناعة كل الأدوات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. نعم. الصناعة المتعلقة بالتربينات، الصناعة المتعلقة بعربات السكك الحديدية. نعم. صناعة السيارات الغاز، صناعة أتوبيسات الكهرباء، العديد من مستلزمات الإنتاج التي نص عليها القرار الجمهوري. يعني هو خلاصة القول أنه وزير المالية النهاردة جمع اللي مجتمع الأعمال كان عايزه ومجتمع الاعمال في الفتره اللي جايه كان عايزه علشان توطين الصناعه في مصر، وبدا يحط عليه تخفيضات جمركيه بشكل معين، بس طبعا بما يضمن انه الصناعه دي تتم في مصر. ده كمان مش كده بس، حط كمان تخفيضات على انه انت لو صدرت بعض قطع الغيار للخارج علشان تعمل منها صناعات برضه وبترجعها ثاني بتاخد عليها تخفيضات. انا بعتقد انه دي خطوه اولى، يعني خليني بس طالما احنا بنتكلم في هذا الاطار وفي هذا المحور،
ده خطوة أولى نحو توطين الصناعة، لكن احنا محتاجين خطوة تانية وخطوة تالتة فيما يتعلق بالأراضي الصناعية المرفقة، فيما يتعلق بالحوافز. أنا عايز أقول لحضرتك مثال واحد بس. طب الخمسينات في الخمسينات جت شركة رونو مصر علشان تصنع السيارة، وعايز أقول لحضرتك إن الشركة كده يعني بالبلد زهقت ومشي في الخمسينات. النهاردة وراحت للمغرب، اتفرج على المغرب الشقيق النهاردة من أكبر البلدان المصنعة والمصدرة للسيارات. النهاردة احنا بنتكلم على إنه المغرب بتصدر تقريبا ب 12 مليار دولار سنويا سيارات من رينو، اللي احنا أصلا معلش مشيناها في الخمسينات زهقناها. احنا محتاجين إنه بجد حضرتك برضو أوغندا برضو أعلنت برضو إن في إحدى الشركات الكبرى برضو وطنة الصناعة هناك يا فندم. أوغندا صنعت مع شركة ألمانية، مش عايز بقى نقول اسمها، صنعت مع شركة ألمانية سيارة الكهرباء اللي احنا في مصر كنا بنتكلم عليها من 3 سنين ولسه ما أنجزناهاش لحد الآن بسبب يعني بعض المعوقات. والله عندك حق أستاذ عبد الحليم. يعني تخيل مثلا احنا لو كنا وطننا الصناعة ديت من سنة 50 ولا أول 60 أول سنة 60 يعني كنا زماننا في حتة تانية بصراحة في صناعة السيارات. طيب وهي كانت موجودة بالفعل، وهي كانت موجودة صناعة السيارات موجودة. وعايز أقول لحضرتك كمان النهاردة طيب واحنا بنتكلم طب استاذ عبد الحليم اخر سؤال عندي. الناس بتتكلم يعني بيتكلموا كتير عن صعوبه الاستيراد وتخزين السلع وحاجات كتيره، يعني هل هذه القرارات هتؤثر على المواضيع دي؟ دكتور محمد معيق وزير الماليه اصدر قرار باخراج كل السلع الموجوده في الجمارك بلا استثناء. القرار ده صدر امبارح، وانا بقول لحضرتك خلال اسبوعين لن تجد سلعة واحدة موجودة في الجمارك، بل الأهم من كده إنه أدى تعليمات كمان للجمارك، طلعوا السلع في المخازن اللي بره وإحنا هنضمن لكم الفلوس بتاعتها من خلال الشركات. طيب يعني أستاذ عبد الحليم، يعني أنت حضرتك بتقول معلومة يعني مهمة جدا، بتقول حضرتك اللي هو أصدر قرار امبارح إن كل السلع اللي موجودة في المخازن في خلال 15 يوم هتبقى موجودة في السوق، طب هي كانت متخزنة ليه؟ هي كانت متخزنة لأنه حضرتك الفترة اللي فاتت عارف كان الأول الاستيراد بنظام المستندات، النظام الاعتماد المستندي، فالنظام ده اتغير. الاول كمان كان المستورد ممكن يجيب الدولار حتى من السوق السوداء ويروح يدفع في البنوك وبالتالي يجيب بضاعته. محافظ البنك المركزي السابق غير النظام ده عشان السيطره على سعر الدولار ما يكونش فيه سوق سوداء. النهارده القرار ده اتغير ثاني واعادوا مره اخرى نظام الاعتمادات المستنديه. نظام الاعتماد المستندي ده نظام اسهل للمستورد لكن مش بينه يوم وليله. انا قلت لحضرتك ان الموضوع هياخد 15 يوم علشان يتم وعلشان يتفعل، وده خطوه مهمه نحو حل المشكله. نعم. لكن الخطوه الاهم اللي احنا بنتكلم فيها ان انت توطن الصناعه. مفيش دوله في العالم بتصنع من الابره للصاروخ. انا معاك تمام. انا عايز اقول لحضرتك انه انا مثلا كنت في زياره لبولندا لقيتهم بيصنعوا البطاريه بتاعت السياره المرسيدس. نعم. والنهارده كمان اغلب الشركات الكبيره بدات تنقل الصناعه بتاعتها للدول اللي هي الاجور او رواتب العماله فيها منخفضه، سواء في الشرق الاوسط او في الشرق الادنى وغيرها. بالتالي احنا محتاجين الصناعات الضروريه والحيويه والهامه نوطنها علشان نقدر نحد من الفجوه الاستيراديه ونقدر نسيطر على العجز في الميزان التجاري. طيب يعني يا استاذ عبد الحليم احنا بنتمنى ان احنا نسمع كل يوم خبر يفرحنا جميعا. الاستاذ عبد الحليم سالم الكاتب الصحفي باليوم السابع والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا يا استاذ عبد الحليم. النهارده بقى الازهر الشريف. طبعا احنا كلنا كنا سامعين في الفتره اللي فاتت طبعا كل واحد يطلع يقول كلمتين بيفتي بصراحه، يعني كل يعني ملوش في الفتوى عمال يفتي. والمشكله ان احنا مثلا مش بنفتي مثلا في حاجات يعني والله انا عايز مثلا صينيه مكرونه بشاميل، يعني عايز يبقى وشها محمر، عايز يبقى وش، دي حاجات سهله. لكن انت بتفتي في الدين، يعني انت راجل اساسا غير مؤهل، انت ولا داعيه ولا شيخ ولا اي حاجه، وكله عمال يفتي. انا دكتور اسنان واطلع فتوى ان مثلا ايه الست ما مثلا يعني الست ما ترضعش ولادها. يا جماعه ما ينفعش الكلام ده. النهارده الازهر الشريف حسم الامر، اصدر بيان في غايه الاهميه، وانا حريص اني اقوله لحضراتكم كلمه كلمه ونفهمه. يعني انا هقراه لسيداتكم كده بالراحه نفهمه كلنا كويس، لانه بيرد على كتير من اللغط اللي دار الايام اللي فاتت عن المراه والرضاعه والكلام الغريب اللي احنا سمعناه. اكد مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه ان الخوض في احكام الاسره بغير علم يشعل الفتن،
ويفسد الأسرة ويعصف باستقرار المجتمع، وتابع أن العلاقة الزوجية علاقة سكن تكاملية تقوم على المودة والمسامحة وحفظ حقوق الرجل والمرأة والطفل، وليست علاقة ندية أو استثمارية نفعية، وتغذية روح المادية والعدائية فيها جريمة أخلاقية. كما أن كمان الأمومة المرأة وزوجيتها ورعايتها بيتها وتخرجها أجيالا صالحة للمجتمع رسالة عظيمة لا تضاهيها رسالة، وادعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه يقصد به تخلي المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها، ولا يليق بقدسية الزواج ومكانة الزوجة في أن تعامل معاملة الأجير في أسرتها بأن تفرض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزوج واجب النفقة بالمعروف ليها ولأولادها، وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المجتمعات. كما أن للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على أدوار ومهمات حياتهما وفق ما رأيها، وفي حال الاختلاف يرد الأمر المتنازع فيه للشرع الشريف والأعراف المستقرة التي لا تخالف، والحقوق الزوجية متشابكة ومرتبة على بعضها، وعمل الرجل خارج المنزل خدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته حتى يوفر لهم النفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها حتى يتحقق السكن في الحياة الزوجية. وجرى العرف بقيام المرأة على خدمة زوجها وأولادها وهو كالشرط الملزم، وتطوع الرجل بمساعدة زوجته في أعمال المنزل سنة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وإنفاق المرأة على بيتها من مالها الخاص يعد من تعاونها مع زوجها وحسن عشرتها ليه، وهو غير واجب عليها، وإرضاع الأم أولادها واجب عليها حال بقاء الزوجة إن لم يضرها الرضاعة أو الإرضاع واستطاعته، وهو طبعا عرف ملزم كشرط. وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج بحسب يساره وإعساره، والأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة ما يتفق والأهواء، ورفض ما ترفضه والتعامل مع نصوصه بانتقائية، أمر مستنكر لا يتناسب وربانية رسالته وشمول أحكامه واستسلام العباد لربهم سبحانه وتعالى. وإفساد المرأة على زوجها وأسرتها، وإفساد الرجل على زوجته وأسرته، وتزيين الانفصال لهما تخبيب وتخريب منكر ومحرم، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وإهدار أعراف الناس المستقرة والموافقة للشرع والقول في القرآن والسنة بغير علم، وادعاء التضارب بين نصوصهما، والخلط المتعمد بين دلالاتها أساليب مرفوضة ينتج عنها إثارة الفتن وتفكيك الأسر وابتعاد الناس عن هدى الإسلام وسمحته وأحكامه وإسكاء الاستقطاب والندية بين الزوجين. وعرض الزواج كمان في صورة مادية منفرة غير مبنية على المودة والسكن، أمور مرفوضة منافية للتعليم الأديان وفطرة البشر وقيم المجتمع المستقرة، آثارها المدمرة ونتائجها السيئة لا تحصى، أدناها عزوف كثير من الشباب عن الزواج وتكوين الأسر. طبعا بيان الأزهر النهاردة وضح لكم كل حاجة، أنا ممكن أقولها لكم كده يعني بصراحة يعني بطريقة مبسطة: الإرضاع ده واجب على الزوجة، بالنسبة للزوج لازم يخرج ويشتغل ويصرف على أولاده ومراته وأسرته. طب يخدم في البيت؟ يخدم في البيت، دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الست اللي معاها فلوس يعني ورثة من أهلها، هل تصرف على بيتها اللي فيه جوزها بيشتغل ومعاه أولادها؟ ممكن تصرف، هو مش واجب عليها بس هي ممكن، ده في إطار المحبة والمودة. يعني بصراحة أمور يعني شايفين الأزهر لما بيجي يمسك قضية بيفسرها لكم واحدة واحدة وبيوضحها واحدة واحدة، مش محتاجة بقى اللي احنا نفتي نقول أصل الست ملزمة مش عارف بإيه، والراجل ملزم إن هو يغسل المواعين،
والست مش ملزمه اللي هي ترد. ازاي يعني مش ملزمه اللي هي ترضع؟ انا مش فاهم يعني. هو سبحانه وتعالى يعني هو انزل لبن في صدرها عشان ما ترضعش؟ اكيد يعني يا جماعه الناس اللي هي قبل، بس يعني قبل ما تتكلم تحاسب، يعني حاسب قبل ما تتكلم. والنهارده بصراحه الازهر الشريف اصدر البيان، وكان البيان بصراحه موضح لكل حاجه. نتمنى احنا معانا، طيب على احنا معانا على الهاتف الشيخ خالد الجمل الداعيه الاسلامي. اهلا بيك يا مولانا. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا بيك. النهارده بيان الازهر يعتبر انتصار للعقل، وانتصار كمان لكل كمان اللي بيفتي. يعني انا مش عارف بصراحه الناس اللي بتفتي ديت واخدين فتواهم منين. اتفضل يا مولانا. بالله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بيان الازهر النهارده اللي كان بيتكلم ووضع نقطه ومن اول السطر زي ما بقول حول الواجبات والالتزامات طرفي الزواج، الزوج والزوجه. فالحقيقه يعني بيان الازهر اليوم كان بيان رائع جدا، وبيان يعني له قيمته في هذا الوقت الحرج. الازهر بكل بساطه شرح في بيانه البسيط. حضرتك سمعته معانا مولانا؟ نعم يا فندم، نعم تابعته. شرح بكل بساطه قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فمعروف ان الزوج والزوجه كل واحد ليه واجبات وعليه التزامات وله حقوق، كل حسب طبيعته. انما ما نسمعه من اراء فقهيه، وان كان فيها اراء كثيره صحيحه، لكن هناك فارق ما بين الحكم والفتوى. اخي الكريم، الحكم ثابت والفتوى متغيره، تتغير بالتغير الزماني والمكان والظرف والشخص والحال وامور كثيره. فلما يجي غير المتخصص ياخذ الحكم ويجعل الحكم فتوى، هنا بتقع المشكله. وهو ده اللي بيان الازهر الشريف وضحه الحقيقه باستفاضه، وبين ووضح ببساطه شديده ان العرف بتاعنا والعرف السائد في بلدنا ان الزوجه لها ما في البيت من مسؤوليات، والزوج عليه الكد والعمل في خارج البيت، والامور منظمه الحمد لله ومستقره عليها العرف المصري منذ سنوات. لكن يبدو ان البعض عن قصد او غير قصد، بقى لا نعلم، لا نستطيع ان نقدح في الضمائر يعني، لكن البعض عن قصد او غير قصد بيحاول يمرر زي ما بنقول السم في ملعقة العسل، باعتبار أن ما يقوله هو بما أنه أرى في كتاب ولا سمعه عند واحد ولا أرى في كتاب معين، بيحاول يعتقد أو يمرر للناس أنه هو دين ربنا، وهذا ليس صحيحا. وبين الأزهر والحمد لله شرح هذا الأمر باستفاضة والحمد لله. نعم. طيب شيخ خالد، يعني رأي حضرتك إيه في الناس اللي يعني أولا هم مش أهل علم ومش أهل ومش دارسين كمان الفقه كمان والأصول كمان الدينية، لكن بيتكلموا يقول لك اصل الست المفروض ما ترضعش، مش ملزمه. الازهر النهارده طلع قال لك لا، الست ملزمه اللي هي ترضع اولادها. قال لك كمان ان الراجل ملزم ان هو ينظف معاها البيت، يعني الناس بتقول ان هو ملزم ينظف معاها البيت. النهارده البيان بتاع الازهر قال لك دي سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، الحياه موده وفي مشاركه. فرأي حضرتك ايه في الكلام اللي بيتقال على السوشيال ميديا؟ أخي الكريم، نرد على الأفاضل في رد سريع ونقول إن الحياة الزوجية لا تدار بالإلزام ولا بالفرض. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، مش الفرض بينكم. نعم. فالحقيقة الحياة الزوجية لا تدار بالفروض. الشرع بينظم، يمكن أنا كنت قلت الكلام ده في مقام آخر لكن نعيد ونكرره، الشرع والفقه بينظم العلاقات الزوجية في حال الخلاف فقط. إنما في حال التراضي والمعيشة الطبيعية هي دي اللي فيها أصل الزواج. اللي بقى عنده مشاكل بنلتجئ إليها بقى في حلول، وفي والقانون بينظم ده، واللي هو ولي الأمر يعني بينظم. القانون باعتباره ولي الأمر بينظم الفضل بين النزاعات الناس والزوجين لو في حاجة للاختلاف. لكن الأصل في القاعدة أن الحياة الزوجية تدار بالفضل وليست بالفرض كما يظن هؤلاء. وده طبعا نتيجة زي ما سيادتك تفضلت وقلت لعدم درايتهم ودراستهم الشرعية. هم مش عارفين الفارق ومعاني ودلالة الكلمات الموجودة في الآيات. وننصح الجميع بأنه يلجأ إلى أهل العلم وأهل الفتوى. وعندنا دار الإفتاء المصرية، وعندنا الأزهر الشريف، وعندنا مشايخ وزارة الأوقاف ما شاء الله على علم ودراية كافية يقدروا يجاوبوا على أي حاجة في أي وقت بإذن الله. طب ورأي حضرتك إيه برضو في اللغط برضو اللي بيدور ده بيخلي الشباب تعزف عن الزواج وتكوين الأسر؟ معلش عفوا، أنا مش سامع يعني، أنا في عزاء فمش قادر أسمع صوت حضرتك. بقول لحضرتك يا مولانا، اللغط اللي موجود على السوشيال ميديا والناس بتتكلم فيه دوت، ده سبب رئيسي بيخلي الشباب. طب الخط فصل مع مولانا.
انا كنت بكلمه واقول له طبعا اللغط اللي احنا شايفينه دوت ده بيخلي الشباب، والازهر النهارده في البيان بتاعه قال ان عزوف كثير من الشباب عن الزواج وتكوين الاسر بسبب اللغط اللي احنا عايشينه اهو اللي احنا كمان بنشوفه. احنا بنشكر جدا الشيخ خالد الجمل الداعية الاسلامي لايضاحاته وتوضيحاته عن هذا الخبر. طيب احنا كمان بنشكر كمان الازهر كمان ان هو في سرعه واستجابه سريعه جدا طلع البيان عشان نوقف اللغط اللي موجود في السوشيال ميديا حول الست هي تردع ولا لا، الراجل ينظف البيت ولا لا، طب الست تصرف على البيت ولا لا. الحمد لله النهارده الازهر طلع البيان وكده يعني قفل بق كل الناس الحمد لله. طيب احنا دلوقتي بقى كلنا مستنيين الفقره، احنا هنروح فاصل، بس قبل الفاصل عايز اقول لكم ان احنا هيبقى معانا فقره رياضيه شامله، هنتكلم بقى عن الاهلي، عن الزمالك، عن بيراميدز، عن المنتخب، المنتخب الاولمبي، عن لجنه الحكام، هنتكلم عن حاجات كتيره جدا تخص الكره المصريه. هنبقى معانا الناقد الرياضي حسام الحاج، انتظرونا.